الأهلي بمن حضر طليق وقت رحيل اللاعبين وفي رحيل المدرب أيضا. بدون الدوليين بدون موسيماني قدم الأهلي اليوم مباراة كبيرة وفاز برباعية على إيسترن كومباني. ممكن على الورق ومع فارق الإمكانيات تقول ما طبيعي الأهلي يكسب، بس الظروف هي اللي مش عادية. فوز مهم قبل قمة يوم الأحد عشان يقول لنا الأهلي زي ما قال الزمالك هتشوفوا مباراة حلوة، بس ده برضو مش هينسينا اجتماع اتحاد الكرة بكرة اللي مستنيين فيه قرارات شجاعة مش تنويه.